بمساعدة برنامج الأمم المتحدة المائي، يعني قدمونا هذه المساعدة التقنية أنه نعتمد هذا النموذج بقلت تكييفه وفقا للسياق الوطني، وكل هذا يدخل قد في إطار التحضير لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي ستكون مع بداية سنة 2023. في الحقيقة ما نقدروش نقول قضايا فساد، وإنما هي عبارة عن تبليغات وإخطارات لما يتم تدريس درسها وتكييفها وعرضها على المجلس السلطة، ثم نعرف إن كانت تشكل حقيقة قضايا فساد وتشتمل على عناصر تشكل يعني جرائم يعاقب عليها القانون 0601، يعني هي محل دراسة لحد الآن.